يوم صديق للبيئة في الأشرفية استمتع فيه الزائرون كبارا وصغارا. تقريرك المبارك. مشيا على الأقدام تنقل المواطنون ومعهم فريق الام تي في في أحياء الأشرفية التي عادت إلى جذورها القديمة من دون أي مصدر للتلوث. جمعية الأشرفية 2020 أرادت لهذه المدينة التي ترزح تحت وطأة اكتظاظ السيارات أن تتنفس الهواء النظيف في 2 أيلول 2012، فكانت الدعوة لجميع الزائرين في هذا النهار للتخلي عن سياراتهم الملوثة للبيئة والاستعاضة عنها بالوسائل الصديقة للبيئة. هيدا نهار ولا في عجقة سير ولا في تلوث، وهيك بيوعوا العالم أنه فيهم يعيشوا بمنطقة أحلى بكتير. شوارع الأشرفية قسمت إلى أحياء لتستجيب لكل الهواة، فلمحبي الرياضة حي امتد بين ساحة سيسين وشارع الاستقلال، حيث نظمت مباريات رياضية طيلة النهار، وحي للفنون بين عبد الوهاب الإنجليزي والسوديكو، وحي الأطايب في فرن الحايك، وحي التاريخ في عبرين وضواحيها. أما الحي الأخضر فامتد في شارع غندور السعد وضواحيه. Il y a pas trop de pollution. Ça protège la couche d'ozone. En plus c'est très bien parce qu'il n'y a pas de pollution. وخاصة بتعرفي كيف بالسوق اللبنانية هون واحد على التروتوار بخاف يمشي. But it's a very good idea. فريق الام تي في الذي رافق المواطنين في هذا اليوم النظيف صادف أيضا عددا من فعاليات المدينة، منهم من فضل المشي وآخرون الرياضة، أما غيرهم ففضل قيادة النافات. لا كزورة حلوة، وبعدين كزورة نيابية، يعني سيارة نيابية عم بتشوفوها بس مكشوفة، وهذا الجو، هذا الجو الحلو. منا مدينة لا الخطف ومنا مدينة لا الإرهاب. اليوم بالمشي بالطرقات رجعوا الناس، يعني رجعوا امتلكوا الأشرفية عن جديد، مش إنه يعني بكل شارع مثل ما شفتي وبكل منطقة. أنا مسجل بالسباق وراح أكيد راح نكون إن شاء الله أربح. كبار وصغار ومسنون أيضا استمتعوا وتنزهوا في شوارع الأشرفية، والشعار الجميع لا للتلوث البيئي، نعم لحياة صحية ورياضية وآمنة، والأمال معلقة على تكرار هذه التجربة، فأهل بيروت يحبون الفرح والحياة.